حقائق قد تصدمك. 200 مليار دولار خسائر عربية بسبب هجرة العقول إلى الخارج. 100,000 من العلماء والمهندسين والأطباء والخبراء يهاجرون سنوياً من 8 دول عربية. 31% من الكفاءات والعقول المهاجرة من الدول النامية عرب. اصطياد العقول أو هجرة العقول أو سرقتها، كلها مصطلحات تقودنا لنتيجة واحدة، وهي خسارة كفاءاتنا العربية وعلمائنا لصالح الدول الغربية، فتتقدم هي ونتراجع نحن. فما هي الأسباب وما هي النتائج؟ أعدت الدول المتقدمة آليات لجذب العقول إليها، وللأسف فإن مفردات صناعة البحث العلمي في الدول العربية ليست بكفاءة مثيلاتها في الدول المتقدمة، وكان هذا أول الأسباب. كشف تقرير صادر عن البنك الدولي الذي يحمل عنوان الانتقال من أجل الرخاء، الهجرة العالمية والعمل، أسباب الهجرة، فيشير إلى أن الفوارق الكبيرة والمستمرة في الأجور في جميع أنحاء العالم تمثل الدافع الرئيسي للهجرة الاقتصادية من البلدان منخفضة الدخل إلى البلدان مرتفعة الدخل، مشيرا إلى أن كثيرا من المهاجرين تمكنوا من مضاعفة أجورهم 3 مرات عندما ينتقلون إلى بلد جديد، مما يساعد ملايين المهاجرين وأقاربهم في بلدانهم الأصلية على الإفلات من براثن الفقر. وأظهرت بعض الدراسات التي قامت بها جامعة الدول العربية ومنظمة اليونسكو والبنك الدولي أن العالم العربي يساهم في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية، وأن 50% من الأطباء و23% من المهندسين و15% من مجموع الكفاءات العربية يهاجرون إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا، مما يفرز تبعات سلبية على مستقبل التنمية العربية، ويعد من بين أكبر عمليات تجريف العقول في العالم. ففي الوقت الذي تقدم فيه الدول المتقدمة تسهيلات للكفاءات المهاجرة من الشباب العربي، ما يحفزها على الاستقرار بالدول المستضيفة، فضلاً عن الاندماج بالمجتمعات الغربية وما يفرزه من حلقات تواصل كالزواج والاستقرار الاجتماعي، تعاني مجتمعاتنا الأصلية من سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية ونقص الإمكانيات كحال أغلب بلدان العالم النامي. تعتبر منظمة اليونسكو أن هجرة العقول نوع سلبي من أنواع التبادل العلمي بين الدول، يتسم بالتدفق في اتجاه واحد صوب الدول المتقدمة، لأن في هجرة العقول نقلاً مباشراً لأحد أهم عناصر الإنتاج وهو العنصر البشري. وللأسف تشير التقارير إلى انخفاض نصيب الدول العربية من براءات الاختراعات التكنولوجية على مستوى العالم، فيما بلغ نصيب أوروبا من هذه البراءات 47.4 وأمريكا الشمالية 33.4% واليابان والدول الصناعية الجديدة 16.6%. ويبقى موضوع عدم تطبيق سيادة القانون والعدالة الاجتماعية في الدول النامية ومنها دولنا العربية من الأسباب الرئيسية لهجرة الكفاءات من بلدانهم. يقول الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي تشالر أوزدن إن الأسباب وراء مغادرة الناس ترتبط بأوضاعهم المعيشية، فإذا استطعت تحسين وتنمية البلاد وتحسين الحياة العامة للمتعلمين فسوف يبقون. فهل تتفق معه أم أن هناك أسباباً أخرى لهجرة هذه الكفاءات؟